واخيرا التي تشجعت صغرت ولا صغرتي سلام سلام على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد الله مع جلالي اختي اليوم تشهد الى الوالده ديالي الحوت مسكينه اش غنقول لك ضربتها بواحد التدويشه في الدار وجيت كنجري عند ماما اليوم غنتغدى عندها ان شاء الله يا ربي ولا لا يخطى عليا مامتي اش غنقول لك فاتصل زعما اي حاجه والله شوفي اختي دابا اللي تشهيتيها حنا معاك اللي تشهيتي اختي متابعين ديالي اللي مساكن اش غنقول لك راه في ديال الليل والله يا ريتكم كنت كنعرف داركم واحد بواحد بقى نتشهي على هذا ونتشهي على هذا ونتشهي على هذا والله حتى ديروا لي داكشي اللي بغيت كامل واليوم ان شاء الله يا ربي تشهيت الحوت وقالت لي ماما مسكينه غندير لك ان شاء الله مع داكشي ديال الصيف راكم عارفين الحراره والله حتى الحراره كتبغي غير الحوت نيتو الا شفتوا عتي خرجوا فيه واحد الحبيبات في وجهي ديال الصلب ما بقاش قدام تحمل اختصاص الا عرفتي جيت دابا شعري كله كيخطر والله الا الشد ديالك كيخطر جيت عند ماما كان خطر والله انتما اختي الشعوره تبارك الله تبارك الله اختي ما شاء الله واليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الغديوه انا وياسين وريان جينا عند الوالده ياسين بصلي عليها رميتي لي الابايا ديالي صراحه الابايا كتعجب البنات كتعجبوني بعض المرات مي اختي تيعمل المشايه يا لالا هي اختي الباج مع الباج وتحية الحاجة اللي كانت صيفطات عليا كنشكرها بزاف لهلا خطيها الحاجة من فاس شكرا لك بزاف لهلا خطيك راه باقي الكادو ديالك فوق ما لبستو كنقول عندها الذوق ما شاء الله كيكون الكادو زوين ياك الوالدة والله ما كتنساش الزيت ديالي والله الا دائما كيسولوا عليك انت شو غبرتي ماشي غير القناة ديال ماما غبرت حتى مع الزهرة ومع محبوبة مابقاش كتفهم بزاف اختي والله يا لالا والله الا عندي الشغل في الدار تيتيش مسكينة مشغولة والله الا تمارة تيتيش كنقدر بالعروقات ملي كنكون في الدار راه ما كاين غير التخمال ما كاين غير الطياب ما كاين غير الشقا والله العظيم الحمد لله دابا ما جيت والله العظيم الا من السطح حتى الباب التحتاني ضربتها بواحد الثقه وبرك اختي حاولي على راسك دابا تيتي الدار كتشعل وباش اختي حاولي شي شويه دابا كنستعد شي علاش كنخمل لهي باش نخلي كلشي هو هذاك باش نجي عاود لهنا نعطي على طاك العرس الله 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 راه بس تفتح اختي قولها تيقولوا راه غبرات واخيرا تتوجد مع اختها والله العظيم الا هادشي كندير المتتبعين خرجت بيت النعاس ديالي خملته غسلت الزرابي ديالي غسلت البريات ديالي غسلت لي زور باش بقيت تمشي لهاد تلقى تلقى باش الضياف اللي غيجيو هنا عند ماما ما كفاتش الدار يمشيو عندي ان شاء الله للدار ديالي ربي يخليك ونضيفهم في النقا ونضيفهم في الحاجه الزوينه وباقي ان شاء الله غنجيو ندير واحد الروتين هنا عند ماما اش غنقول لك شامل شامل في المسمار صراحه ما غاديش تشوف راه كنشرب غير شي بخادين والله العظيم باش نبي الطاقه نزيد نزيد الفيتامينات وعلى اختي وحده اللي عندي شندي غير اميمه تنسى الله الا راك وندير لها واحد العرس ملكي اسطوري خيالي اقسم بالله الا غندير لك شي حاجه طوب صافي انا عارفه الضغط اختي ما كاينش ما حسن منه عرفتي اش غنقول كان بان تنحلم بالنكافه قالت لي مسكينه عرفتي نوريكم انستغرام انا وتيتشر ما تنهضروش غير الفيديوهات صافي صافي كنش معاك كنقول لها ويوا عجبتك هاد الفستان عجبك هاد الديكور عجبك هاد الدهاز عجبك هادي المهم انا راه حماقيت والله سكينه رصايه اختي حسبت واحد ثلاثه ما كدرستي عليا والله يا اختي شنقول لك هادشي بورق سيدنا موسى عرفتي الكاميرا ونجمر ويلي 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 شوفي اختي شنو تشهيت يا اختي زعما الا كنت حامله اي راه ما ديتها واحد من نيتي اي والله حاجه تشهيها تليفون انا دابا قلتها لك لا الحاجه اللي تشهاتها انا معاها يلاه والله تشوفوا حاجه حاجه عندي لكم ماما داك الحصر يلاه خويا راني ندير لك داك البلاطو جوج يلا تبعونا نمشيو عندهم غنمشيو دابا ان شاء الله يا ربي باش نشاركوا هاد الغديوه هادي اللي غتصدم السياسين قال لي ياسين قال لي اش كاين قلت له راه كاينه سمكه قال لي بلا ما نمشيو بلا ما نمشيو نعذبوا الوالده نمشيو لسوق الحد وناكلو هكا يعني شافني ملي شافني شقيت بقيت فيه ايوا قلت له شوف انا ما صغير ماما داكشي اللي دارت له خالفه في الماء واش شي صونات عليا قالت لي راه الحوت كاين قلت لها ديري لي الحوت انا مشهيه والله زعما ما عولناش زعما نديرو شي حوته كبيره لياسين خويا مرحبا سيدي ياسين ومرحبا ريان راه ريان بعدا راه كان معنا ريان كنتي معنا انت اسمعي ريان قولها مجاد قولها كيقولها غير الضبار
زيد شنو اخر؟ على عمري كنت فوت. قولها بجد هذه، قولها بجد يسمعوك. الله الله يا الحبيب راه مسكين، راه انا مرضي الوالدين والله. اشنو درتي لي؟ شنو سكتي؟ سكتي لي موتور دبا. درت له والله لا صايق، لا لا والله ما كنت شاده، لا ماما اللي قادتها والله. انا جمعت الدار طيب بخاتي بلا تبارك الله زوين والله الا انتما متتبعين الطبيب. انا بغيت اميمه اللي تريق لها قدمها فات مع اميمه. والله الا خصني بقى نطيب ونعاود وطيب دو اميمه تيحمق عليه بابا تيموت عليه حيتاش ما تاكلش منها. الطياب ديالها زوين والله. طياب كحسينا ربي يخليك حتى انت والله. الله يسهل عليك يا سيدي. واحد الميطاف فاس فاس تخرج عليه. ما كان بابا مريض والله ما نسات هذا. ام حليمه داي ما تجبدها لي. تقول امي تبارك الله عليك سيدي ورا وطي ورا مسكينه عزيز. انا شي ماما ينسين عزيزه عليا وحق الله عزيزه عليا والله عزيزه عليا نيشان. ممكن نسيت الوالد وحشيني. اي والله لا ياك ايوا مزيان. راه حنا كنتفرجوا في الحسن. ها الحسن ديما الحسن خارج ديما ديما حنا كنتفرجوا فيك. باش دابا هاد الحوت الطبيله كيحمق على كيحمق على الحس. والله الا يا ريت كون كان كون عيطت عليه مسكين. ما فيش بروتوكول وما فيش تفرعين. لا هو تيدوز من هنا والله. الحاجه اللي تتعجبنا فيها ياسين اخويا كيدوز كيقول واش كاين شي ميتكل تنقول له كاين طلع كيقول صافي مرحبا طلع. ما عنديش لا ما كايناش لا ايوا هذاك هو الرجل في الحوته تخاتي. زيد ماما الزيتون زيد 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 صافي الخير موجود. ها انتما متتبعين الطبيله ديالنا دابا اللي تشهد اللي تشهد بحال ديك الماكله كثير غاديني سوق الحد. اقسم بالله كنا نمشيو لواحد البلاصه غناكلو الشواء والكفته. لا لا حسيت هكا ها انتما والمونادا شدات الدار سيقتها كامله كامله مكموله. بقيتي فيا بلا ما ديري الخدا غنمشيو نتغداو على برا. راه استنسمع ايوا بعدا شتي تيش كتبقاي فيه بعدا مسكين حنيتي عليه. تيتي شنو عندي من غير تيتي والله داك الشيء اللي كان خويا واحد بغا يعطي لينا راه انا بابا شاشي استنس معايا با قالك بابا شوف غير بلا ما يديو الولد غير يخليوه علينا. والله الا عرفتي البارح جيت وخليته اليوم مشيت مع الزهراء اختي هنا قدينا الغراض. واش غنقول لك راه انا مي كيجلس هنا انا بعدا كنحيد المسؤوليه ديال العقلي. لا نايم من الجهه ديالو. شوفي ما تشكيش كاع من الجهه ديالو. ها انتما الكيسه انتما قالك قال بابا اش قال؟ اش شنو ماكله ياسين والله خويا كتحلو الشهيه عندنا والله سيتي شنو كتحلو الليلات. اليوم جوج ديال الكيسان د الحليب اللي شرب والبيض. اش كندير والله خويا والله الا جوج كيسان اختي تبارك الله. لا بالعكس راه ولدنا هذا ماما عاود نقصر له عاود نفر نقول له عاد مع رز النيشان كندير لا نيشان ايوا انتم المتتبعين انتم الحوته. سير ماما شكون اللي دارها؟ لا ماما حلفي والله الا اختي ماما مكذبش انا عليك. ايوا قبلوا عليا وليدات. عرفتي شنو الله يلا عرفتي مرا تدويشه كتزيان الحوته. والله الا بالصحه والراحه نيشان. ايوا قبلوا على مكوني قالك راين واش نمشيو للبحر؟ ديما رينا الموطور قالك نمشيو للبحر. تخيلوا معايا كنسيق واللحن مع الارض بحال كتفور. اه سخون اللي دابا نتوما تيتي جيتو اونفاس مع الشمس الدار ديالكم اونفاس. جينا مع الشمس وجا انا داك الفوقي عندي فيه جناح صبات صبات تقول لي غير انا افضل صافي تقول لي شوف ما كاينش شغل غير وريه ليا. الا ما كاينش شغل غير وريه ليا. كاين شي صابون راه ليا كاين شي خمار راه ليا صافي عندها الحماس. لا تعصبني الصاله كاع ما يحس بها. لا لا بصح عندك الحق بصح انت شبعتي الماما. ماما لا نط الشغل نط الدقه وحده نكرط معاك ثم تكرط معايا ما نكرطنا غير شنو ولدك وكز برقم زعما الله. ايوا الحمد لله منين نضلك بعدا الشعرين. زيد باوهم لا ناضش اش ناضش لا لا والله نقص نقص شو كان انا مزيان. لا والله شو كان قضيه بالله والله عسكري والله عسكري. راه تجي معايا تجي مع تاع عسكري الله الا جايه معاه راسو ديال عسكري. غادي فاش نشكرك با محمد علاش ديالك كتعدى عليا. ها ويلي فاش هي سبابي ربي باش تبارك الله. راه غادي انا ناعس. اويلي تي شوش ما كتساتش دابا خلت ما يدار والصيف هذا خصنا الابداع. اويلي لا يبدع لقيتي ناعس مسكين باغا تخدمي فيه انت يا شغل. ياسين جاني فيه الابداع وعطي عطاني واحد مع ما عندوش شعر نيت قاصح وقوي. انا ما بغيتش لا بابا شو الشعر ديالو بابا حكي بابا عمرك تحيدي له شلاغمو خطير. والله الا بابا والله تنديرها والله ما تقدي تحيدي له المسطاج. الى المسطاج لا المسطاج ما نحيدوش ليه. لا بابا عمرك حيدتي المسطاج. ياسين حيدو نعطيك 4000
وانا نعكس ما قديتش والله العظيم لك زايد 200 درهم لا حيد بها واحد الوسطى والله ما يحيد واخا تعطيه 20 اعطيها له 200 درهم ما هي والو واخا تعطيه 10000 والله واخا تعطيه 20 عطيها لي انا انا عندي وزعني دوزي عليه دوزي عليه صافي حتى غير نوض الدور والله خليكم معنا والله الا خليكم معنا ما نشهيوكمش حتى نرجعو لكم.